فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا موظف يسأل يقول أريد أن أذهب إلى دورة لمدة 6 أشهر. موظف يسأل فيقول أريد أن أذهب إلى دورة لمدة 6 أشهر بدون مرتب من العمل، لكن لا يقبل في هذه الدورة الموظف، ويسأل هل لي أن أقول إني لا أعمل حتى؟ لا، الكذب لا يجوز، الكذب والاحتيال لا يجوز، ألزم الصدق وألزم النظام، لا تخالفه. نعم.